بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الدكتور محمد الطحلاوي، استاذ مساعد للقلب والاوعيه الدمويه في جامعه الزقازيق، واستشاري القلب وقلب الاطفال في مستشفيات الشرطه. انا كنت عايز اتكلم النهارده عن موضوع قد يشغل بال بعض الناس، وفي نفس الوقت كثير من الاباء ما بيتنبهوش ليه، وهو امراض القلب الخلقيه في الاطفال. انا يعني عشان خاطر الدكتوراه بتاعتي كانت في فرنسا في امراض القلب الخلقيه، فبحب دايما انبه كتير من اولياء الامور والاباء والامهات عن بعض الاعراض اللي ممكن تكون في الطفل وهو ما يتنبهش ليها، ويتبين في الاخر ان كان عنده مشكله في القلب، وللاسف بتبقى متشخصه متاخر، فبتبقى علاجها صعب جدا، وقد تسبب نوع من الاعاقه عند الطفل لما في المستقبل. بعض الاعراض دي اللي المفروض الام تاخد بالها من اول حتى الولاده، ان الطفل بيكون في صعوبه في الرضاعه، وفي نهجان، لما بيجي بيرضع بينهج ما بيكملش وضع للاخر، ان وزنه ما بيزيدش بطريقه مناسبه لسنه، كل ما سنه بيكبر وزنه ما بيزيدش بالطريقه المضطرده، ودي ليها حسبه دكتور الاطفال ممكن يعرفها لها، ان الوزن ده مناسب للسن ده ولا لا. الحاجه الثالثه ان يكون بيجيله التهاب رئوي مستمر، التهاب شعبي او التهاب رئوي مستمر بدون مبررات، ده بيبقى برضو احد العلامات ان يكون فيه مشكله في القلب هي اللي عامله الحكايه دي. واخر حاجه لو الطفل بيزرق، لونه بيتغير بس الى الزرقان، وخاصه في الشفايف واللسان، لو بيزرق وخاصه مع البكاء او الرضاعه، لازم الام او الاب يتنبه ان في مشكله في القلب للطفل، والمفروض بقى يتوجه بيه لحد متخصص. يعني في تخصص حاليا قلب الاطفال، ده تخصص دقيق، وعشان برضو اولياء الامور ما ياخدش قرار من ده او ده، وفي الاخر ما يصلش الحل كويس، لان الحلول دلوقتي بقت سهله، معظمها دلوقتي بيتعالج بالقسطره دون احتياج للتدخل الجراحي، وفي حاجات تتطلب بقى تدخل جراحي بس في توقيت مناسب. كل ما يبقى التوقيت بدري، كل ما يبقى في سهولة إن شاء الله في التعامل مع الحالة. أتمنى يكون في زيادة نسبة الوعي بموضوع الأمراض القلب الخلقية، عشان لو عرفنا نقلل نسبة حدوث أمراض القلب الخلقية في الأطفال، أعتقد هنصل إن شاء الله لنسبة قضاء على نسبة عالية من الإعاقات القلبية اللي بتنتج في المستقبل وتبقى صعب قوي علاجها.